الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. وعلى روح الفقيد الراحل الحاج محمد صالح ضيف، مشاركة منا من الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة، مشاركة منا من الشيخ أحمد محمد صالح والأستاذ عبد اللطيف محمد صالح ضيف، الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة يتقدمون أيضا بخالص الشكر والتقدير لكل من واساهم ووقف بجانبهم وشاركهم في هذه الليلة من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية، ومشايخ وعمد القرى المجاورة بمركز ومدينة المنصورة. الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، ثم سواه فنفخ فيه من روحه فجعله نطفة يخرج من بين الصلب والترائب. الحمد لله لم يزل عليا ولم يزل فعلاه سميا، قطرة من بحر جوده تملأ الأرضية، ونظرة بعين رضاه تجعل الكافر وليا. الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا. حيث أنزل على نبيه ومصطفاه قولا بهيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. سلامي سلامي على بدر أتم فسلما، وأخفى أشاع الشمس لما تبسما، ولما مشى في ظلمة الليل انجلى له ما كان في الكون مظلما. سألت النوق التي آمنت به قالت شريف في البرايا معظما. قلت لها يا نوق قصدي أزوره، قال السافر إلى طيبة والحما. قلت لها يا نوق أين داره، قالت نعم أرض البقيع وزمزما. قلت لها يا نوق ما اسمه، قالت محمد شفيع لمن صلى عليه وسلم. صلوات وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيما، فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا. إن كنت لن تنعم بظل أبوة فالله آسر أن يضمك راعيا. سيدي يا رسول الله، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف، فإن جمالكم لن يوصفا. جاءت قديمة ذرة من نوركم، قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباكر كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو قبر النبي تفجرت أنواره كالبدر ولا واختفى. يكفيه لقيا في السماوات العلا، وبحضرة الرب الجليل تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسف. وتنا إخوة الإيمان والإسلام، الجالس معنا الواجب عليه أن يقدم التحية لحضرة النبي المصطفى المختار، وتحيتنا إليك سيدي يا رسول الله
هي الصلاة والسلام عليه. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم إن كنت ترغب في السعادة والهنا وذهبت بك فقرا القرآن، فتلاوة القرآن خير عبادة، وبها نخاطب ربنا الرحمن، وهو الذي قد أحكمت آياته قهر الجميع بلاغة وبيانا، وهو العلاج لكل قلب متعب، سلم الحياة ولازم الأحزان، يستمطر الرحمات من رب السماء لقارئيه وسامعيه الآن. الآن نعيش آيات بينات من كتاب الله والذكر الحكيم مع خير الكلم وروعة الأداء وجمال الصوت، والقارئ الذي سعدت به الإذاعة المصرية كقارئا وعالم محكم الدولة للمسابقات العالمية حول العالم الإسلامي، الملقب بأمير النكم وملك المقامات وفخر محافظة الغربية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق، فليتفضل مشكورا مأجورا للتلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. طبعا كما تعلمون أن اليوم ذكرى وفاة مولانا الشيخ راغب مصطفى غنوش رحمه الله رحمة واسعة. ولا ننسى أننا الآن في ضيافة قرية نسيمية، بلد ومسقط مولانا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي رحمه الله رحمة واسعة، فنسأل الله عز وجل أن يرحمهم ويرحمنا برحمته ويغفر لنا ولهم يا رب العالمين، وأن يسكنهم فسيح جناته، فلهم منا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفاء وعرفانا منا لهم أقل واجب، ربنا يرحمهم ويغفر لنا ولهم يا رب. يا رب اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم إياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت ألم تر كيف ضرب الله مثلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة ثابت
أصلها ثابت وفرعها في السماء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها حاضر استعجلش استعجلش على رزقك. أصلها ثابت أصلها ثابت مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت يا رب أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء أصلها ثابت وفرعها في السماء
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الله يبارك لك يا سيدي. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. حاضر حاضر عيني حاضر.
واحد سيدنا واستاذنا طبعا مشايخنا كلهم ربنا يرحمه. كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة الذين آمنوا يقيموا الصلاة يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا اللهم رحمة الواسعة يا رب العالمين دي ببركة سيدنا النبي وحياة سيدنا النبي ما تدخل علينا بحاجة. كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقون مما رزقناهم كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع وينفقوا مما رزقناهم
يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله خير الناس الذي إذا رأيتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. نسأل الله ذلك. نسأل الله ذلك حبيبي. عيني حاضر حاضر. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام
رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا 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 إني أسكنت من عند بيتك المحرم. طيب حاضر. كل واحد يطلب الطلب اللي هو عايزه. مش بركه لهم. اسال الله قبول لنا ولا. ربنا 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 بواد غير ذي زرع، بواد غير ذي
خلاص بقى كده حلو كده خلاص بقى هنبوظها كده لا لا خلاص قولوا ثلاث مرات حلو ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي كل واحد عكب ابوه وامه يسمع الايه دي كل واحد ابوه وامه عايشين يشيل جزمته فوق راسه
ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله الله الله. حاضر 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 حاضر. ربنا وتقبل. وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا ربنا وتقبل. ربنا وتقبل وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم صدق الله العظيم.